كيفية طريقة حل مشكل الموسيقى على تطبيق الفيسبوك؟ طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، فقط تابع معي الفيديو للأخير. أول خطوة تقوم بالذهاب إلى الضبط أو الإعدادات، بعد ذلك سوف تقوم بالدخول إلى التطبيقات. حينما تدخل إلى التطبيقات ظهر لك جميع التطبيقات الموجودة إلى هاتفك، منها تطبيق الفيسبوك أو تطبيق فيسبوك سوف أقوم بالدخول إليه. بعد ذلك أقوم بسحب الشاشة وأضغط على خانة إيقاف إجباري، بعد ذلك أضغط على موافق، بعد ذلك أذهب إلى مكان التخزين وأضغط على مسح البيانات هكذا في الأسفل. بعد ذلك سوف أخرج وأذهب إلى متجر بلاي ستور وأقوم بعمل تحديث لتطبيق الفيسبوك ليحدث على آخر نسخة، وهكذا سوف يتم العملية ويحل مشاكلي. وبهذا نصل لنهاية الفيديو، تدعمنا بوضع زر لايك اشتراك بالقناة، والسلام عليكم.